اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. دلوقتي معادنا مع كابتن احمد جعفر والكابتن هاني العجيزي، منورين الدنيا ومنورين الريمونتادا. يا كباتن جعفر، طلعنا مع بعض كابتن. قبل كده. طبعا طبعا كابتن هاني يعني كان اول مره اشوفه من سنين طويله، يعني من ساعه ما كنا بنلعب ما تقابلناش. ده حقيقة انا متابعك، بشوفك مع ميدو، متابعك خلال السنين اللي فاتت دي كلها في حته التدريب، مع ان انا ما كنتش متخيل ان انت يعني في يوم من الايام الاقيك واخدها جد وقاعد كده وعلى الدكه وبتدي تعليمات وحاجات دي، يعني ما كنتش حاسسها يعني. بس سبحان الله، يعني دايما الاحساس ما بيبقاش ماشي صح. يعني بذمتك مش كاريزما؟ كاريزما في كل، انت كاريزما من زمان كل الناس عارفه، وانا مش هتكلم في الماضي لان الماضي ده اتقفل خلاص. بس الكاريزما موجوده من زمان، يعني احنا اهم حاجه يعني ينفع في التمثيل، ده اهم حاجه. لا وينفع في حاجات كتير. طب خلاص بقى نخش في الحلقه. نخش بقى نخش في الموضوع. طيب نبدا النهارده من الاهلي. خلينا نبدا الاهلي الاول. هاني النهارده النادي الاهلي كان مطالب ان هو بنقول يعمل اللي عليه، يكسب الستة بونت، يكسب القطن، يكسب الهلال اخر ماتش ونشوف الدنيا هتبقى فيها ايه. النهارده النادي الاهلي بيعمل جيم كبير، بيكسب مكسب كبير. شفت النادي الاهلي النهارده ازاي؟ طبعا هي المباراه طبعا النهارده مش مقياس. احنا كلنا عارفين ان فرقه القطن مش الفرقه القويه اللي هي ممكن تعمل جيم كويس مع النادي الاهلي. احنا شفناها الماتش الاولاني والنادي الاهلي كسب، يعني مش عايز اقول باقل مجهود، لكن عمل مباراه كويسه وخد اللي هو عاوزه من المباراه اللي هي ثلاث نقاط. النهارده نفس الكلام، كان لازم النهارده بعد الهزيمه من صن داونز لازم النادي الاهلي كان يرجع الروح النهارده اللي كانت النادي الاهلي فاقدها بقاله فتره. الحمد لله قدر النهارده يؤدي شكل كويس، ثلاث نقاط واداء، وفي نفس الوقت برضو في بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك النهارده شاركت، في حوالي ست لعيبه ما كانوش موجودين الماتش اللي فات شاركوا النهارده. والراجل برضو فاجئنا بالروتيشن، لكن كلنا كنا بنعترض على الروتيشن الراجل كان بيعمله، لكن النهارده كان مطلوب. يعني النهارده كان مطلوب فعلا، لان انت عندك مباراه مهمه جدا يوم الجمعه اللي جايه مع الهلال. اعتقد ان المباراه دي هتبقى من اهم مباريات النادي الاهلي. الهلال بعد التوقف الدولي بقى، يعني بعد التوقف ان شاء الله. فاعتقد ان النادي الاهلي خد اللي هو عاوزه من المباراه النهارده، وقدر ان هو يقدم بشكل كويس. وفي لعيبه طبعا عايز اشيد بيها، يعني زي كهربا النهارده بصراحه. يعني كهربا كل فتره بياكد على كلام انا بالذات، لان انا طلعت في كذا برنامج قبل كده وقلت ان كهربا وجوده في الملعب مهم جدا. ومع ذلك هو بقاله فتره مش موجود، ما بيلعبش بقاله اكتر من 6 شهور مش موجود وما بيلعبش، لكن الفعاليه بتاعته يا كابتن بركات بصراحه ارقامه حاجه تخوف. يعني انت بتتكلم في 10 مساهمات النهارده ويجيب ويساهم 10 مباريات قصدي سوري ويساهم في 10 اهداف بالظبط، 8 اهداف تقريبا واثنين اسيست او 7 اهداف، 7 اهداف واثنين اسيست يعني بالظبط في 10 مباريات بالظبط. فده خلينا نقول بمعنى صح هاني حل مشكله كانت موجوده عند كولر، مشكله كبيره جدا. يعني مشكله كبيره جدا حته العقم التهديفي اللي كان موجود في النادي الاهلي بقاله فتره. كهربا النهارده كل ما بيشارك بيثبت للناس ان هو لا لعيب كبير، لعيب من اللعيبه يا كابتن بركات اللي مش موجوده دلوقتي. يعني نوعيه كهربا مش موجوده، حته ان انت بتتحمل المسؤوليه، عندك موهبه حتى في الحاجات الفنيه، التحركات، التمركزات، ازاي احرزوا الاهداف، حاجات كتيره جدا موجوده في كهربا. فانا يعني اتمنى من اداره النادي الاهلي ان هي، يعني انا عارف الموضوع صعب شويه، لان هم يحلوا موضوع كهربا، لان كهربا فعلا اهم من لعيبه كتيره موجوده في الفرقه، واهم من لعيبه ممكن ان انت تفكر التعاقد معاها. يعني انت لو قلت الكلام ده بالظبط، يعني انت حتى يعني لو عايز الملايين اللي بتصرف دهيت، والله تعالى ندفع غرامه كهربا ما دام ارقام كهربا هي اللي بتفرض نفسها بالظبط. وبعدين كمان كهربا بقاله فتره ملتزم، وحته ان هو كابتن بركات برده بقاله 6 شهور ما بيلعبش ويرجع ويساهم بالشكل ده والاداء اللي هو موجود ده. لا انا شايف ان كهربا بصراحه يعني لو فضل على على المستوى ده اعتقد ان هو هيبقى في حته تانيه خالص. يعني